أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أثناء رقية المسحور يتكلم الجني. نعم. يقول: أثناء رقية المسحور يتكلم الجني، فهل تجوز مخاطبته لمعرفة مكان السحر؟ هذه كلها خرافات وخزعبلات. نعم، يمكن أنه إذا قرئ عليه القرآن، والذي يقرأ عليه صاحب عقيدة أو صاحب دين ويقرأ عليه القرآن، يمكن يتكلم الجني ويخاطب الجني. أما تجيب مشعوذ، يمكن أنه متفق أنه وياه من قبل، تخليه يخاطبه ويشترط شروط ويعمل. هذا كله من الإنسان اللي ما هو معروف في العقيدة ولا بصلاح الدين، يكون دينه صالح مستقيم ومعروف بالعقيدة، هذا ما يصلح في هذه الأمور. نعم.